نساء الأرض. خاتون. لأول مرة قصة تجمع عيون الخاتون ابنة حارات الشام القديمة بابن الحاكمية الفرنسية. أنا هلأ بلشت قصة ثأر. اشرحت سحب أيام اشرحت سحب انشقاق واللي بعطنيها على الغوطة تمشطها يضعنيها وخيانة. من هون لثلاث أيام رح يشوفوا شي مني ما بيعجبوا البنوك. إذا بدك تعمل بالقصة دم أنت بتعرف إنه ما بتخلص غير الدم. قصة حب طاهرة ملطخة بدماء وحقد الانتداب الفرنسي وشجاعة وقوة ثوار. الدرب اللي ماشيين فيه بده رجال ما بيهابوا الموت، واللي بيهاب الموت ما له مطرح بيناتنا. أضخم عمل درامي الفرنساوي ما بنقاش بنوب بين لبنان وسوريا. رح أسحبه مثل الكلب. ضابط فرنساوي بيمزح فيني الأراضي هناك. خاتون طيلة شهر رمضان على الـ MTV.